أسرى فيه مشاكل يوم الإجلاء من تركيا في الأيام الماضية بعد ما سجلوا أظن 2000 أو أكثر من 2000، وأقول هذا الكلام قالها وزير الخارجية، وإذا به بعد أيام ظهر الآلاف من الناس اللي بغاو يرجعوا، وفيهم من المقيمين، فيهم اللي عندهم تجارة تم، فيهم كذا. كان الرئيس ألح باش يدخلوا كل جزائري، كل ما هو جزائري يدخل، وزاد ضعف أن حتى اللي ما عندهش تذكرة خلصت عليه التذكرة الخطوط الجوية الجزائرية. ولكن الأولوية نظن للعالق ليس المقيم أو غيره يعني. شوف أنا نقول لك، دخلوا الناس حتى المقيمين، أنا نقول لك دخلوا الناس من فرنسا من تركيا لغير ذلك، يعني مقيم في فرنسا وحب يدخل، فكثرة الأعداد. وبعد ذلك كان مشاكل تاع غلق الأجواء الجوية تاع بعض البلدان، يعني مش كما يعرف الناس أن الطائرة الجزائرية تروح وتجلي المواطنين بسهولة، لازم فيه مفاوضات، لازم فيه كذا. فوقعت مشاكل كثيرة وزادوا الناس اللي بغاو يدخلوا للبلد. فمن بين الناس اللي بغاو يدخلوا للبلد حتى ناس أمنيا اتضح أن عندهم أمور، خاصة في إسطنبول. إذن خلقت مشاكل كثيرة، وبالتالي فيه بعض الناس كما نقولوا احنا حرموا على الناس العالقين حقيقة. يعني الإجراءات لازم تزيد فيها فلترة وتشديد هذا هو.